إلا أنه مات قبل إكماله، وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. ومع ذلك فهذه القطعة الصغيرة من الكتاب تبلغ 3883 حديثا. كتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، ومؤلفه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 676 للهجرة. إلا أنه مات قبل إكماله، وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. ومع ذلك فهذه القطعة الصغيرة من الكتاب تبلغ 3883 حديثا، 3883 حديثا، وهو إلى أوائل كتاب الزكاة. وهو كتاب بديع يذكر فيه المؤلف الأحاديث الصحيحة والحسنة في الباب، يعني يبدأ أولا في الباب بذكر الأحاديث المحتج بها، وهي الأحاديث الصحيحة والحسنة، ثم يذكر في آخر الباب الأحاديث الضعيفة عنده تنبيها على ضعفها لئلا يغتر بها الناس، يعني طبعا كما قلنا بناء على حكمه وعلى الحديث. وأراد مؤلفه رحمه الله أراد به الاستكثار والشمول، بحيث يذكر كل ما صح أو ما ضعف من أحاديث الأحكام. ولهذا قال في مقدمته: وأذكر فيه إن شاء الله جملا متكاثرة هي أصول قواعد الأحكام، إلى آخر كلامه، مع أنه وصفه بالاختصار، يعني على سعته وصفه بالاختصار، فقال في أوله: وقد استخرت الله في جمع مختصر في الأحكام، إلى آخره.